كفاني ما جرى منك وجاني كفاني. صاحب هذه الأغنية لم يكن من جيل الشباب، وكذلك لم يكن من جيل الرواد في الإمارات، فهو كان من جيل الوسط. للأسف رحل عنا وهو في عز عطاءه الفني، ولكن يظل بيننا اسمه وفنه وأغانيه، الفنان الراحل عبد الله حميد. عانيت وبعد على دربك توافي، عانيت وبعد على دربك توافي، جرحتني والله يجبر عزاي، جرحتني والله يجبر عزاي، مالي مع أهل الشك صدقي ومواثي، مالي مع أهل الشك صدقي ومواثيك، لارضى بمن شكا يهدم هواي، ولارضى بمن شكا يهدم هواي. برز عبد الله حميد في الثمانينات، هذا الجيل اللي تربى على جيل الرواد من أمثال حارب حسن، علي بالروغة، جابر جاسم، وميحد حمد، فهني تأسست وانتشرت الأغنية الإماراتية. لا شك أن خلال السبعينات، خلال فترة تأسيس عبد الله حميد، كان يسمع لكبار المطربين الخليجيين والعرب، فتأثر بهم كثير، وهو من جيل هذا الثمانينات اللي طلع فيه مثلا عبد الله رويشد، خالد الشيخ، نبيل شعيل. هذا الجيل هو جيل عبد الله حميد، ولكن بالنسبة للون اللي تمسك فيه هو اللون الهادي والطربي أكثر. حبيبي لا تخليني حبيبي، أنا والله عنك هو بسالي، أنا والله عنك هو بسالي. أسأل القلب عنك هو يجيبي، يقول الخل دوم عندي بالي، يقول الخل دوم عندي بالي. وتذيب حالي، تروف بحالتي وتعين حالي. نقدر نعتبر أن بداية الفنية الحقيقية كانت عام 1983 عندما غنى كفاني ما جرى منك وجاني من كلمات الشاعر سالم بجمهور وألحان عيد الفرج. كانت الإذاعة في تلك الفترة تتحمل مسؤولية تسجيل الأغاني، وكانت توجد فيها فرقة موسيقية، ولكن أيضا التكنولوجيا لم تكن متقدمة، فكانت الفرقة إذا صار في أي خطأ تعاد الأغنية من جديد. فمن هالأجواء أيضا ظهر عبد الله حميد، وكان مجموعة من الشباب معه في تلك الفترة، وكانوا متأثرين بحركة الأغنية الخليجية التي كانت
منتشرة وصاعدة وزاد جمهور كبير. بعد أغنية كفاني غنى أغنية الشهيرة الثانية يا فتوني، وهي كلمات أيضا الشاعر سالم بوجمهور، أما اللحن فكان لعبد الله حميد نفسه اللي بدأ يلحن لنفسه، وكان يكتسب خبرة إضافية في طريقة التلحين وطريقة الأداء والتعامل مع الفرقة الموسيقية، خاصة أنه حصل على بعض التعليم الموسيقي غير النظامي، درس بشكل شخصي في مصر. لو فرقتنا السنين الشوق لك والحنين، لو فرقتنا السنين الشوق لك والحنين، دايم في وسط الفؤاد، 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 دايم في وسط الفؤاد. رصيده من الأغاني من بداية عام 1983 وحتى وفاته عام 2013 حوالي 100 أغنية. أخذ أشعارها من جميع الشعراء الموجودين في الإمارات، وعلى رأسهم صاحب السمو المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشاعر عوش السويدي فتاة العرب، وكذلك مبارك العقيلي، سالم سيف الخالدي، العصري المهيري، ومجموعة من شعراء الآخرين، وكان يختار من مختلف الأجيال، وتميز أن أيضا لحن معظم أغانيه ولحن لمطربين آخرين، منهم آسيا، منهم أيضا الفنان فرج عبد الكريم، ومن الإمارات لحن لأحمد الخميري. توقف فترة من الزمن ورجع غنى أغنية حبيبتي الشمس، وكذلك غنى أغنية عندي حبيبة وعابر سبيل وباين على وجهك كدر وسألت القلب وغيرها من الأغاني. لي ولي فن ما له مثالي، حايز بالزين عن غيره يا نظير العين يا الغالي مرحباني نفسه صغيره. لي ولي فن ما له مثالي، حايز بالزين عن غيره يا نظير العين يا الغالي مرحباني نفسه صغيره. لي ولي فن ما في القلب ما زال يا محمد صعب تغييره، ما تسمع فيه عذالي يعلف دونه للديره. له غلا في القلب ما زال يا محمد صعب تغييره، ما تسمع فيه عذالي يعلف دونه للديره. ينسى
ساحل هبالي عارف القلب وتعابيره فيه دايم ببدع مثالي لين زيه الجاب والسيره ذاك لين ساحل هبالي عارف القلب وتعابيره يولي في النال مثالي حايزن بالزين عن غير يا نظير العين يا الغالي مرحباني نفسي صغيرة والله يا يباي تلقى انطرة كان يؤمن أن الفنان يجب أن يبقى في عالم الهواية ولا يدخل في عالم الاحتراف. عمل كرئيس قسم الموسيقى في وزارة الإعلام آنذاك، ولكن لم يستطع أن يوفق بين عمله كموظف وكفنان. لأسباب عائلية ومهنية توقف عن الغناء من عام 2000 إلى عام 2009، لكن حبه للموسيقى وتعلقه بالشعر والنغم خلاه يرجع إلى الساحة الفنية مرة ثانية بعد ما تقاعد من العمل كوظيفة. أيامها قال: أعرف أني تخلفت عن السير في الطريق الفني وأن الذاكرة الفنية قصيرة المدى، بمعنى أن الناس تنسى أيضا إذا مضى وقت طويل على المغني ما يغني، وفي أصوات بدأت تخرج في ذلك الوقت، لكن أنا مؤمن أن لي مكان في الساحة الفنية وسأستمر، وبالفعل عاد وقدم مجموعة من الأغاني الجديدة. لو حالت ما ركز عبد الله حميد على لون غنائي واحد، وإنما حاول يجرب مجموعة من الألحان والأنغام والقصائد كذلك. فجرب اللون الشعبي وجرب اللون الحديث، كان يسجل في الاستوديو وكان يقدم الحفلات وكان يشارك في المناسبات والأعياد الوطنية والرياضية أيضا، فكان له شهرة كبيرة بين الشباب وشارك مع فرق موسيقية كبيرة وشارك مع فرق أيضا موسيقية أصغر. كان من الفنانين المحبين للشعر، وكان يجيد اختيار الأغاني التي تناسب صوته ويجيد اختيار الألحان لها. ونتذكر مثلا القصيدة الشهيرة لفتاة العرب: به انت شا عشب الحشا عقب ما جف، وحيا جذورة عقب ما هي خريفي، اشتاق له شوق الذي لامه اشتف، توه صغير وللولايف وليفي، ويتوق له قلبي كما الطير ليهف، واسأل عنه ليضوى الليل طيفي. هاي الأغنية للأسف ما لحق عبد الله حميد يسجلها للتلفزيون، ولكن وجدنا أنها هي تنتشر بين الناس وتشكل واحدة من أجمل الأغاني اللي قدمها.
تشهد على عهد المود يمينك يوم انت صافحنا على العهد وياك في معزلين عن الوشا وحاسدينك تعاني قتل قلوب والسعد وفا تشهد على بعض المراحل الفنية يتوقف الفنان عند محطة. توقف عبد الله حميد عند محطة تجريبية في تلك الفترة. في بداية التسعينات بدأ يظهر الفيديو كليب فجرب يشارك فيه، ومن أشهر أغانيه باين على عيونك سهر، باين على وجهك كدر، وأشوف عينك تشتتي يا حلوة من طول السهر. يا الله ترحم لي قلبي، ألا يا الله ترحم لي قلبي، تروف بحالتي وتثيب حالي، تروف بحالتي وتعين حالي. ونحن نتذكر عبد الله حميد، ضروري نتذكر أيضا الجيل اللي ترافق معاه من أمثال المغنين خالد محمد، إبراهيم الماس، وسالم عثمان وغيرهم، اللي شكلوا جيل الوسط ويسميهم عبد الله حميد الجيل المنسي. ومع أن رحيل الفنان عبد الله حميد كان مفاجئ، لكن صوته يبقى بين محبينه، لأنه قدم الكثير من الشعر الراقي واللحن الجميل الذي يبقى في قلوب محبيه. كان مخلص للفن، وكان مهموم أيضا بقضايا الفنان، حريص على تقديم الأغنية المتميزة بإحساس العميق وبمحبة
فقدم صورة مضيئة للفنان اللي يحترم فنه ويحترم جمهوره. ومع أن رحلة الفنية كانت قصيرة لكن بتظل أغاني في قلوب محبينه. لو يدري المغنوب اللي حمل الفراق ما لامني في عناي وما سمع منطوب. لو يدري المغنوب اللي حمل الفراق ما لامني في عناي وما سمع منطوب. اللي سكر في هواكم نايم ما فاق، واللي طبع في بحركم ما يرد دوك، اللي سكر في هواكم نايم ما فاق، واللي طبع في بحركم ما يرد دوك. لاني متيم ولا واحد من العشاق، لاني متيم ولا واحد من العشاق، لكن حبكم جسى وضيق علي الطوق، لكن حبكم جسى وضيق علي الطوق. انتو نصيبي انا بتجسم الارزاق، انتو نصيبي انا نتجسم الارزاق، وانا حظيظ البخت من خالقي مرزوق، وانا حظيظ البخت من خالقي مرزوق. بايت اير القلم واكتب على الاوراق، بايت اير القلم واكتب على الاوراق، واذرف دموع الالم من خافق محروم، واذرف دموع الالم من خافق محروم. بايت اير القلم واكتب على الاوراق، بايت اير القلم واكتب على الاوراق، واذرف دموع الالم من خافق محروم، واذرف دموع الالم من خافق محروم. الله يعلم ويدري كم انا مشتاق، الله حسيب الغضي ثقل علي بشوق، الله حسيب الغضي ثقل علي بشوق. والله يا عيوبي جيت للقنطرة، جيت للقنطرة رأيتها تجري